طبعا قدوم كريم بنزيما للدوري السعودي هيكون اضافه كبيره للدوري السعودي، واضافه كبيره طبعا لنادي الاتحاد. عدم وجود ميسي اكيد يعني خساره كبيره للدوري، بحكم انه اللاعب ما شاء الله تبارك الله يعني حقق كثير من الانجازات والكوره الذهبيه والبطولات الفرديه له، فيعني اكيد هذه حتكون خساره كبيره للدوري. والله يعوضنا ان شاء الله ويوفقه كمان هو في ناديه الامريكي، والدوري يعني في النهايه ما يوقف على لاعب ولا لاعبين ولا ثلاثه، الكل نجوم والكل يقدر يؤدي في الملعب. شيء حلو اننا نشوف نوع من انواع الاستقطابات اللي راح تدعم الدوله اولا من ناحيه القطاع السياحي،